يا رب تكونوا بخير جميعا. هنشتغل مع بعض ان شاء الله كأننا في اللاب وداخلين اللاب اهو، وهنشتغل الاكسبيرمنت بتاعت الكونفكس لينز، عشان في ناس ما كانتش خدت الاكسبيرمنت دي معانا يوم الخميس. فاول حاجة هنعملها قبل ما نبدأ التجربة بتاعتنا ان احنا بنجيب الرينج بتاع السيت اب بتاعنا عشان نقدر ناخد اكبر عدد من القرايات. فهنجيب السكرين في الاخر خالص كده، ده قبل ما نبدأ اي حاجة. جبنا السكرين، دي السكرين بتاعتنا جبناها في الاخر خالص، ده الاوبجكت بتاعنا ودي الكونفكس بتاعتنا. بعد ما جبتها في الاخر خالص كده ابدا اعمل احرك الكونفكس دي من اول الاوبجكت كده، وابدا احركها لحد اما الاقي اوضح صوره. دي خطوه بعملها في بدايه التجربه، ظهرت لي اوضح صوره اهي، يبقى ده اول مكان هبدا منه الكونفكس بتاعتي. لقيت الكونفكس واقفة عند 83.1 والأوبجكت بتاعي موجود عند 95. فلو أنا عايز أعرف اليو أو اليو معايا الأوبجكت ديستانس، بتبقى بين الأوبجكت واللينس، بين الجسم والعدسة، فهيبقى 95 ناقص 83.1، فهتطلع أول يو عندي بـ 11.9. طبعا انا خلاص عارف لوحدي الفي فين في اول التجربه، لان انا كنت باعد السكرين من اول التجربه، فكانت واقفه عند 2، وانا عارف ان دي واقفه عند 83.1، يبقى 83.1 نيجاتيف 2 تديني 81.1، يبقى كده اول يو ب 11.9 والفي بتاعتها ب 81.1 طبعا سنتيمتر. يو جديدة اعمل ايه؟ ازود سنتي كمان كده، فبقت اليو الجديدة ب 12.9 طبعا. وتقدر تكمل انت خلاص اليوهات، لان في كل مرة هنزود سنتي، فهتبقى 12.9 13.9 14.9 15.9. طيب تاني يو بناخدها مع بعض، اليو بتاعتي بقت ب 12.9، خلاص الايمج ما بقتش موجودة، هدور عليها تاني، ابدأ احرك السكرين لحد ما اشوف اوضح صورة اتكونت عند 37.2. اطرح المكان الجديد اللي موجودة فيه الكونفكس ناقص المكان اللي موجودة فيه السكرين عشان اعرف الامج ديستنس، ديستنس بتوين اللينز وما بين الامج، هي دي الامج ديستنس، المسافة بين الصورة والعدسة، المسافة ديت هي الفي بتاعتي، فهيبقى 82.1 المكان اللي موجودة فيه العدسة ناقص 37.2 المكان اللي موجودة فيه الصورة، طلعت لي الفي ب 44.9. هنزود سنتي كمان وهنعمل كده. خلاص تجربة سهلة خالص ان شاء الله، واقدر اقول لك القرايات بتاعتها، وفي كل مرة هنزود سنتي ونعمل كده. ديت اليو وديت الفي، هقول لك اليوهات والفيهات مع بعض، يو بالسنتيمتر وفي بالسنتيمتر. هقول لك اليو والفي، 11.9 81.1. القرايه الثانيه لليو والفي، اليو كانت ب 12.9، الفي ب 44.9 سنتيمتر. القرايه الثالثه اليو كانت ب 13.9 سنتيمتر، الفي كانت ب 35.9 سنتيمتر. القراية الرابعة اليو كانت ب 14.9 سنتيمتر، الفي كانت ب 29.7 سنتيمتر، واخر قراية لليو كانت 15.9 سنتيمتر، والفي الايمج ديستنس ساعتها كانت ب 27.1 سنتيمتر. هنرسم طبعا 1 اوفر يو بير سنتيمتر ماينس 1 على الاكس اكسس، لان هو دوت الاندبندنت فاريبل، كنت انا بغير في الاوبجكت ديستنس براحتي، وهرسم 1 over v بالسنتيمتر نيجاتيف 1 على الواي اكسس عشان دوت الديبندنت فاريبل، وبعدين اعمل فيتنج واجيب الاف بتاعتي المفروض تطلع بكام بتاعت الكونفكس. الكونفكس لينس اللي احنا مستخدمينها في التجربه بتاعتنا ديت كانت ب 100 مليمتر بالبوزيتيف طبعا، لان الكونفكس هي كونفرجنج لينس، فبالبوزيتيف الفوكال لينس بتاعها 100 مليمتر، ويعني المفروض الكونفكس ديت لما نشتغل
تطلع معايا 10 سنتيمتر. ان شاء الله اتمنى ان كده يكون كل حاجة كانت واضحة، وان كأننا اشتغلنا التجربة مع بعض فعلا وخدنا الريزلتس بتاعتنا بسهولة، وكأننا موجودين في اللاب وبنشتغل الاكسبيرمنت مع بعض. اتمنى يكون ده حصل فعلا يعني ان شاء الله باذن الله.